تلبدت سماء عروس البحر بغيوم الحرب وأقساها، ونتيجة للجوع أصبحت الإصابة بالعجز هي المصير الذي ينتظر هذه الطفلة، بل وينتظر جيلا بأكمله. هذا ما جاء على لسان المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي كنتيجة حتمية لتدهور وضع الأمن الغذائي وتزايد معدلات سوء التغذية لدى أطفال اليمن. فحد حالة الطوارئ للإصابة بسوء التغذية البالغة 15% تم تجاوزها بالضعف، وسجلت معدلات مرتفعة وصلت إلى 31%. لم تعد الحديدة وحدها تعاني، فاليمن بأكملها باتت مكتظة بالفقراء ومليئة بالجوعى، حيث يعاني حوالي 50% من الأطفال في مختلف أنحاء البلاد من تقزم وصل إلى مرحلة لا يمكن تداركها. المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي مهند هادي قال إن الجوع يزداد كل يوم، وإن الناس استنفذوا كل ما لديهم من استراتيجيات للبقاء، ولا شيء سوى المساعدات الخارجية هي ما تبقيهم على قيد الحياة. وقال أيضا إن البرنامج يحتاج لزيادة في الدعم من المجتمع الدولي للتأكد من الوصول للبلد بأكمله. اليمن البلد الأفقر في منطقة الشرق الأوسط، لم يعد بإمكان الملايين من موظفي القطاع العام فيه الحصول على رواتبهم بسبب حرب الميليشيا التي أوصلت قرابة 14 مليون شخص إلى مرحلة انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 7 ملايين يصعب عليهم نول ما يسدون به رمقهم.